السلام عليكم أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي، في حلقة جديدة من حلقات دروسنا لمادة العلوم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنستكمل بقية دروسنا لشهر أبريل، وهناخد بقية الدروس علشان خاطر نستكمل الدراسة بتاعتنا ونشوف ونستعد لامتحان شهر أبريل إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة أنا معاكم مس راوية ياسين الحموي محافظة أسوان، وكمان هيكون معانا مس وفاء هتكون متابعة الأسئلة بتاعتكم على الشات، وهتتابع إجابات الأسئلة اللي بنطرحها خلال الحلقة. طبعا زي ما إحنا متعودين إن شاء الله كل مرة بنعرض أسماء لوحة الشرف. لوحة الشرف دي للطلاب اللي يكونوا متميزين معانا في الحلقة اللي قبلها، بنجمع أسمائهم وبنعرضهم معانا في بداية الحلقة اللي بعدها. شوف الأسماء النهاردة هيكون معايا مين من الطلاب. معايا الحسن أحمد محمد، نور الهدى ياسر، مارولا هاني، ما شاء الله ممتازة مارولا هاني اسمها دايما بيتكرر معانا هي وحسن، زينب محمد سيد، عمرو العشري وأبانوب جميل، ماريا عادل، وشهد محمود. دول أسماء الطلاب اللي موجودين معايا في لوحة الشرف، إحنا بنختارهم كل مرة بيكونوا مشاركتهم إيجابية خلال الحلقة، وكمان بيجاوبوا في نهاية الحلقة على الواجب اللي إحنا بننشره، بيكون عندك موجود في الإعلان على الشات. هم بيدخلوا وبيحلوا تدريبات معايا وبتظهر نتائجهم عندنا ايه ودرجاتهم. نشوف ان شاء الله الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه. النهارده هاخد الدرس الثاني في الوحده الثانيه، بيتكلم عن الاخراج في الانسان. احنا عندنا خطه شهر ابريل يا اولاد زي ما احنا عرفنا كانت بتتكلم عن الوحده الثانيه، واخدنا فيها درسين. اخدنا الدرس اللي فات اللي هو الجهاز الدوري في الانسان، الجهاز الدوري والدوران، والنهارده هنستكمل الدرس الثاني اللي هو الاخراج في الانسان. شوف كده درسنا النهارده بيتكلم عن ايه. قبل ما أبدأ أي درس زي ما إحنا اتعودنا لازم أعرف الأهداف اللي لازم أحققها خلال الحلقة بتاعتي، وإيه هي الحاجات المفروض إن أنا أكون اتعلمتها خلال الحلقة دي. أهداف الحلقة لازم نكون قادرين في نهاية الحلقة إن إحنا نعرف مفهوم الإخراج. رقم 2 إن أنا هعرف أذكر المواد الإخراجية للإنسان، إيه هي المواد الإخراجية في الإنسان. رقم 3 هحدد أعضاء الإخراج في الإنسان. رقم 4 هعلل عدم اعتبار البراز من المواد الإخراجية. بقية الأهداف بتاعتنا. 5 هدف هأصف تركيب الجهاز البولي ودوره في الإخراج. رقم 6 هشرح دور الكلية في الجهاز البولي. رقم 7 هتعرف كيفية المحافظة على سلامة الجهاز الإخراجي. ورقم 8 هقدر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. دي كانت أهداف درسنا النهاردة. طيب بداية قبل ما أبدأ عايز أفكر كده في سؤال وأخده كده بداية للدرس بتاعي. بفكر بقول يا ترى المواد الغذائية، أنا زي ما انتهيت معاكم في الدرس الجهاز الدوري بعد ما نقلها الدم، المواد الغذائية اللي كانت جياني الغذاء المهضوم اللي كان جاي من الجهاز الهضمي نتيجة امتصاص الغذاء وكمان الأكسجين بعد ما وصلت الخلايا وصلها الدم، يا ترى إيه اللي حصل؟ نشوف إيه اللي حصل عندي لما المواد الغذائية وصلت إلى الخلايا. لما المواد الغذائية، ودي صورة هنا عندي موجودة والصورة دي موجودة عندنا في الكتاب، بتشرح لي إيه اللي بيحصل داخل الخلايا أو بعد وصول الغذاء المهضوم إلى الخلايا. هشرح الصورة دي عندي بتتكون من إيه. الأجزاء
المضلعات دي بعتبرها انها الخلايا اللي موجوده، ده قطعه او جزء عندي من الخلايا اللي موجوده، اللي معمول باللون الاحمر ده، ده مسار للاوعيه الدمويه، وانا اللي كانت قريبه من الخلايا ودقيقه اللي هي كانت الشعيره الدمويه. في مجموعه من الشعيرات الدمويه بتمر حوالين الخلايا. هبص هنا للمستطيل اللي موجود عندي بيفسر لي الرموز اللي موجوده فوق. بيقول لي الدايره اللي باللون الاسود دي كانت عباره عن ثاني اكسيد الكربون. اللون الاخضر اللي موجود عندي فوق كانت عباره عن الماء. اللون اللي موجود باللون الاصفر موجود عندي هنا الفضلات النيتروجينيه. اللون الدايره اللي بالاحمر، دايره كامله هنا بالاحمر، دي قال لي خلايا الدم الحمراء لا تحمل غاز ثاني اكسيد الكربون. خلايا الدم الحمراء وهي مش شايله غاز ثاني اكسيد الكربون. اللون اللي بعد كده او الدايره الحمراء اللي فيها نقطه بيضاء كانت عباره عن خليه دم حمراء وتحمل ثاني اكسيد الكربون. الصوره اللي عندي هنا بتبين خلايا الجسم، تبين كيفيه هيتخلص الجسم ازاي من الفضلات او ايه اللي بيحصل عندي في منطقه الخلايا مع الغذاء المهضوم. انا عندي هنا مجموعه من الالوان علشان خاطر اعرف وافهم ايه اللي بيحصل. الالوان دي هنا عندي بيفسرها لي المستطيل اللي موجود في الاسفل. طيب الشعيره الدمويه زي ما انا شايفه هنا عندي اتجاه سهم داخل وهنا اتجاه سهم خارج من الخلايا، يبقى مسار الدم هيكون بالاتجاه ده كده وهيخرج من الجهة المقابلة. أنا كده عرفت مسار الدم أو مسار الشعيرة الدموية اللي موجودة عندي، ودي عندي هنا مجموعة من الخلايا بتمر حواليها الشعيرات الدموية. طيب مجموعة الخلايا اللي موجودة هنا عندي الدوائر الحمراء بالكامل، هأرجع للدليل بتاعي أو للمستطيل اللي بيفسر لي الرموز اللي موجودة، قال لي دي عبارة عن خلايا الدم الحمراء ولا تحمل ثاني أكسيد الكربون. يبقى دي عبارة عن الخلايا كانت بتحمل إيه بقى؟ طالما هي مش بتحمل ثاني أكسيد الكربون معنى كده إنها محملة بالأكسجين. طيب هي حملت الأكسجين والأكسجين بدأ يدخل داخل الخلايا والخلايا أخدته. طيب وإيه تاني عندي وموجودة عندي اللي هي المواد الغذائية برضو موجودة في مجموعة الخلايا دي. لما بتمر بجانب الشعيرة الدموية بتمر بجانب الخلية بيحصل إيه؟ بيحصل إنها بتعطي الخلية المواد الغذائية والخلية تقوم بعملية احتراق الغذاء للحصول على الطاقة يا ولاد، احتراق الغذاء أو هدم المواد الغذائية علشان خاطر تنتج لنا الطاقة اللي نقدر إن إحنا نستفاد منها في بقية الخلايا. طيب وبعد ما تنتج الخلية الطاقة بيطلع عندي مجموعة من النواتج، يا ترى ايه النواتج اللي موجودة عندي داخل الخلايا؟ موجودة عندي دايرة هنا باللون الاسود وداخلها لون ابيض، ارجع تاني للدليل ايه ده؟ ده غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى هنا عندي الخلايا دي فوق اهو تحت هنا مجموعة الخلايا دي انتجت لي ثاني اكسيد الكربون. طيب وايه تاني والدايرة دي اللي هي ارجع برضو للدليل وابص عليه كانت عبارة عن جزيئات المية، والدايرة الصفراء دي او الجزء الاصفر ده عبارة عن فضلات النيتروجينية. يبقى افهم من هنا ان الغذاء المهضوم لما دخل داخل الخلايا حصل عملية هدم الغذاء او احتراق الغذاء علشان خاطر الخلايا تستفاد منه وتنتج لي الطاقة. نتج عندي مجموعة من المواد، ثلاث مواد هي ثاني اكسيد الكربون والمية والفضلات النيتروجينية. زي ما انا شايفة اتجاهات الاسهم في الثلاث خلايا دول او الثلاث جزيئات دي دايما اتجاههم الى خارج الخلية، تبدأ بعد كده الخلية انها تطردها الى الخارج. زي ما انا شايفة ادي ده جزيء المية هتبتدي تطرده الى الخارج، والجزيء ده الاصفر هتطرده الى الخارج اهو خرج هنا، وهنا جزيء ثاني اكسيد الكربون برضو هتطرده الى خارج
الخلايا. طبعا خارج بتطرده خارج الخلايا نظرا لان جدار الخلية بيكون رقيق جدا فبيسمح بمرور المواد من والى الخلية، وكذلك جدار الشعيرات الدموية، وده عرفته في الجهاز الدوري وفسرت كان رقة جدار الشعيرات الدموية في الجهاز الدوري علشان خاطر عملية التبادل تنقل لها الاكسجين وتاخد منها غير أكسيد الكربون والماء والنيتروجين. هتطلع مجموعة المواد عندي في الشعيرة الدموية، هلاحظ إن خلايا الدم الحمراء فيها نقطة اللي بدت إنها تاخد جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون ويتحمل على خلايا الدم الحمراء. برضو عرفت في الجهاز الدوري وظيفة خلايا الدم الحمراء إنها هتحمل عليها الأكسجين المواد الغذائية وتعطيه للخلية، وهتاخد من الخلية غاز ثاني أكسيد الكربون وبيتحمل على خلايا الدم الحمراء. طيب ويبتدي لغاية لما تطلع بقية الفضلات، أهي موجودة هنا الدم اللي هي الفضلات النيتروجينية. يبقى الصورة دي عندي والصورة دي موجودة عندنا في الكتاب يا أولاد، بتفسر لي إيه بيحصل عن أجزاء الخلايا مع الشعيرات الدموية. الغذاء المهضوم بعد ما دخل داخل الخلايا هتبتدي إزاي الخلايا إنها تطرده مرة تانية، ومين اللي بيتحكم فيه أو مين اللي هو بيحمله علشان خاطر أعرف بعد كده بيوديه فين. من هنا أنا عايزة أعرف إيه هي المواد الإخراجية. المواد الإخراجية يا أولاد اللي هي طلعتها الخلايا، إيه هي؟ إيه تعريف المواد الإخراجية؟ بقول المواد الإخراجية هي المواد التي تنتجها خلايا الجسم لتحصل على الطاقة من الغذاء الممتص في وجود الأكسجين. خلي بالك الخلايا الإخراجية حاجة خرجت، خرجت منين؟ خرجت من خلايا الجسم، ودي مهمة جدا جدا يا ولاد إن أنا أعرف. المواد الإخراجية لازم بتكون عبارة عن ناتج احتراق الغذاء المهضوم في خلايا الجسم علشان خاطر نحصل على الطاقة. يبقى المواد الإخراجية بتطلع منين يا أولاد أو بتنتج منين؟ بتنتج من خلايا الجسم في وجود الأكسجين. كمان بالإضافة للمواد الإخراجية دي أو تعريف المواد الإخراجية، لازم أعرف إيه هي المواد الإخراجية أو زي إيه؟ إيه اللي هينتج عندي؟ أنا قلت هي مواد بتنتجها الخلايا، طب إيه هي المواد دي؟ أسمائها إيه؟ اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، حيث تقوم بتكسير الخلايا بتكسير البروتينات اللي موجودة عندي في الغذاء المهضوم والتي يستخدمها الجسم في عملية النمو وتعويض الخلايا التالفة. طيب هنا بيجيني سؤال بيقول لي طيب هو الغذاء المهضوم ده أنا بنتج بيه الطاقة، طب إيه فايدتها للجسم؟ فايدة الغذاء لما راح الخلايا يا ولاد إن هو الخلايا بتنتج عندي الطاقة وبتعوض الخلايا التالفة، أو إن هي بتحدث عملية النمو، يبتدي يزيد حجم الكائن الحي وتحدث عملية النمو. خلايا التالفة مثلا لا قدر الله في بعض الخلايا بتبتدي تكبر وبتدي إن هي تعوضها الخلايا التالفة، أو بتصاب أو إن هي بتنجرح أو كل ده بتعوضها مين؟ بتعوضها الخلايا في عملية احتراق الغذاء وبتنتج عندي المواد الإخراجية. كمان تكسير البروتينات بينتج عندي حاجة اسمها البولينة وحمض البوليك وبعض الأملاح الزائدة حاجة الجسم. يبقى الخلايا عندي هنا بتنتج لي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والبولينة وحمض البوليك. البولينة وحمض البوليك يا أولاد اللي أنا سميتهم الفضلات النيتروجينية أو المواد النيتروجينية الناتجة من الخلايا. وكمان عندي بعض الأملاح، يبقى أنا كده هنا عندي حددت أسماء المواد الإخراجية إن هي اللي بتيجي من الخلايا نتيجة احتراق الغذاء داخل الخلايا.
في سؤال هنا عندي دايما وبيسبب لي مشكلة كبيرة، ايه هو بقى؟ بيقول لي هل تختلف المواد الإخراجية عن البراز؟ واسأل السؤال ده، يا ترى البراز انا ممكن اعتبره من المواد الإخراجية ولا مش من المواد الإخراجية؟ انا متابع معاكم يا اولاد الأسئلة من خلال الشات، وهشوف لان بعض الاولاد طلبوا ان احنا لما نسأل نتابع الإجابات بتاعته. بقول نعم بتختلف المواد الإخراجية التي تنتجها الخلايا عن الفضلات الصلبة وهي البراز. المواد الإخراجية زي ما أنا قلت إنها مواد بتنتج من الخلايا. طيب البراز ده جاي منين يا أولاد؟ البراز ده أو عملية التبرز كانت عبارة عن فضلات صلبة. طب الفضلات الصلبة دي كانت جاية منين؟ الفضلات الصلبة اللي هي في البراز كانت عبارة عن أجزاء الطعام التي لم يتم هضمها في الجهاز الهضمي. لو تفتكر في سنة رابعة بعد امتصاص الغذاء بتتبقى عندي مجموعة من أو أجزاء من الطعام لم يتم هضمها، بيحصل فيها إيه؟ إنها بتتخزن لي في الأمعاء الغليظة لحين طردها الخارج، وبقول إن بسمي عملية التبرز طرد المواد التي لم يتم هضمها أو طرد الطعام الزائد عن حاجة الجسم ولم يتم إيه؟ ولم يتم هضمه، خلي بالك. أما المواد الإخراجية فهي مواد ضارة بتنتج عندي من احتراق الغذاء المهضوم داخل الخلايا. أرجع تاني وأأكد الفرق، إن البراز ده يا ولاد كانت مواد أو الطعام الزائد عن حاجة الجسم أو الطعام الذي لم يتم هضمه، لكن هنا المواد الإخراجية علشان خاطر أقول مواد إخراجية الشرط عندي إيه عشان أعتبرها مواد إخراجية؟ لازم تكون نتيجة احتراق الغذاء منين؟ في الخلايا. يبقى المواد الإخراجية إيه يا أولاد؟ مواد تنتج من احتراق الغذاء داخل الخلايا. يبقى البراز ده كان حاجة تبع الجهاز الهضمي، مواد زايدة واتطردت خارج الجسم، لكن هنا المواد الإخراجية لازم تكون إيه يا ولاد؟ مواد تنتج من الخلايا ومحملة فين؟ بيحملها الدم علشان يوديها للجهاز الإخراجي أو أعضاء الجهاز الإخراجي المختلفة، وهشوف في الدرس بتاعي النهاردة إيه. تمام كده؟ مهم جدا نعرف الفرق ده، ودايما بيسألني في السؤال علي ليه أنا مش بعتبر لماذا لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية؟ ليه؟ لأنه البراز عبارة عن أجزاء الطعام التي لم يتم هضمها وخزنتها وتم تخزينها في الأمعاء الدقيقة حتى يطردها الجسم إلى الخارج أو حتى يتخلص منها الجسم في عملية التبرز. يبقى هنا كمان برجع أسأل سؤال تاني، طب يا ترى المواد دي اللي احنا قلنا عليها انها مواد إخراجية بيتخلص منها الجسم، ازاي بقى بيتخلص منها الجسم او ازاي بتتم عملية إخراج هذه المواد؟ بقول يتخلص الجسم من المواد الإخراجية الناتجة من احتراق الغذاء داخل الخلايا، وبأكد تاني يا أولاد إنها لازم تكون داخل الخلايا، المواد ناتجة المواد الاحتراق الغذاء من داخل الخلايا ومحملة في الشعيرات الدموية علشان أعتبرها من المواد الإخراجية. طيب زي ما أنا هنا شايفة عندي، يبقى الدم عندي هيحمل فضلات الخلايا إلى الرئتين، يبقى أول حاجة عندي هيروح الدم الرئتين، جزء من الدم هتتم الدورة الدموية في الرئتين، بمجرد ما يوصل للرئتين زي ما أنا عرفت في سنة رابعة هتحدث عملية التبادل الغازي. يعني إيه عملية التبادل الغازي؟ زي ما أنا أخدتها بتتم إن الدم بيعطي الحويصلات الهوائية أو الشعيرات الدموية بتعطي الحويصلات الهوائية ثاني أكسيد الكربون وبتاخد منها الأكسجين. أنا يهمني هنا إنها تعطيها ثاني أكسيد الكربون كمادة
إخراجية ويتم إخراجها مع هواء الزفير خارج الجسم. يبقى أول حاجة عندي في المواد الإخراجية اللي هو ثاني أكسيد الكربون، مين المسؤول عن طرده أو مين أول عضو هنا خلص الجسم منه؟ اللي هو الرئتين بتطردها لي في هواء الزفير. طيب وكمان الجسم بيتخلص من الأملاح الزائدة كمادة إخراجية عن طريق العرق. يبقى تاني حاجة عملية العرق اللي بتتم في الجلد، يبقى تاني عضو عندي من أعضاء الإخراج اللي هو مين؟ الجلد يا ولاد. أول حاجة الرئتين وتاني حاجة الجلد. الجلد بقى هتحدث عندي عملية العرق، هتطرد لي إيه؟ هتطرد لي الأملاح الزائدة. يبقى أنا تخلصت من غاز ثاني أكسيد الكربون وتخلصت من الأملاح الزائدة. طيب اتبقى إيه تاني عندي؟ اتبقى عندي البولينة وحمض البوليك اللي أنا بسميها الفضلات النيتروجينية، بالإضافة للماء هيحصل ايه؟ هيطردها الجهاز البولي الى خارج الجسم عندي. يبقى انا عندي المواد الاخراجية التي تنتج من احتراق الغذاء داخل الخلايا ومحملة في الدم، بيتم طردها خارج الجسم عن طريق ثلاث حاجات اللي هي الرئتين والجلد والجهاز البولي. يبقى مكونات الجهاز الإخراجي، من هنا أستنتج إن مكونات الجهاز الإخراجي في الإنسان يا ولاد ثلاث حاجات: الجهاز التنفسي وبعتبره من الجهاز الإخراجي أو جزء في الجهاز الإخراجي. ليه؟ علشان خاطر الرئتين هتطرد لي غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة إخراجية. تاني حاجة الجلد، من مكونات الجهاز الإخراجي هيطرد لي إيه؟ هيطرد لي الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم، بالإضافة إلى نسبة من الماء في عملية بسميها العرق. ثالث حاجة أو ثالث مكون عندي من مكونات الجهاز الإخراجي هو الجهاز البولي، وهيطرد لي البولينة وحمض البوليك اللي هي بسميها المواد النيتروجينية أو الفضلات النيتروجينية في عملية بسميها أو ناتج ده اللي هو البول، من خلال عملية البول، بالإضافة طبعا لنسبة من الماء. عايز أشوف كده معاكم إزاي الجهاز التنفسي بتتم فيه عملية طرد غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا ده أنا هنا عندي الجهاز التنفسي، ده الجهاز التنفسي وبكبره، بشوف هنا شكل الحويصلات الهوائية من الداخل. طبعا أنا شايفة الحويصلات بتكبر وبتصغر أثناء عملية التنفس الشهيق والزفير، وبلاحظ مرور الدم أو الشعيرات الدموية حوالين الحويصلات الهوائية، بتتم عملية التبادل الغازي بين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي. زي ما أنا شايفة جزيئات الأكسجين بتدخل إلى الدم، وكمان جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي باللون البني بيتم طردها إلى الحويصلات الهوائية من داخل الإيه يا ولاد، من داخل الدم. الجلد كعضو من أعضاء الإخراج، بشوف الحكاية دي ازاي بيتم فيها، وده مقطع من الجلد او جزء من الجلد اتكبر طبعا ملايين المرات. هشوف ان انا عندي هنا اجزاء من اللي باللون الاحمر واللي باللون الازرق، ده يا ولاد قطاع يعني شعيرات دموية عندي هنا بتمر خلال الجلد. اللي باللون الازرق ده ملفوف كده، دي حاجة بسميها يا ولاد الغدد العرقية. الغدد العرقية هي اللي مسؤولة عن تنقية الدم من الأملاح الزائدة وخروجها، بلاحظ إنها بتجمعها كده في أنبوبة طويلة لغاية ما توصل لسطح الجلد من الخارج، وتبتدي تتكون عندي قطرات من الماء المحمل بالأملاح. يبقى هنا عندي الغدد العرقية بيتم استخلاص الأملاح الزائدة وبعض الماء وطردها، يبقى دي تاني جزء من أجزاء الجهاز الإخراجي.
تالت حاجة عندي اللي هو الجهاز البولي. يبقى مكونات الجهاز الإخراجي الرئتين والجلد والجهاز البولي. الجهاز البولي زي ما أنا شايفة هنا الصورة عندي بيتكون من إيه؟ اللي هو جهاز مسؤول عن التخلص من المواد الإخراجية اللي هي النيتروجينية. إيه هي المواد النيتروجينية؟ اللي هي البولينة وحمض البولي. يبقى الجهاز البولي هو الجهاز المسؤول عن تخليص الجسم من المواد الإخراجية. إيه تحديدًا في المواد الإخراجية؟ البولينة وحمض البولي. طب الجهاز البولي عندي بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من ثلاث اجزاء رئيسيه وثلاث اجزاء مهمه جدا في الجهاز البولي. ايه هما الثلاث اجزاء دي؟ بيتكون عندي من الكليتين، ادي كليه وادي كليه بالشكل ده. الكليتين كل واحده فيهم بتتصل بانبوبه رفيعه، هشوف بعد كده الشرح التركيب ده، بانبوبه رفيعه الى الاسفل لغايه ما تجمع لي الجزء الثالث وهو المثانة. يبقى مكونات الجهاز البولي الكلية والحالب والمثانة. لو أنا هتكلم كلية وحالب ومثانة، مكونات الجهاز البولي الكليتين والحالبين على جنبين والمثانة. أول حاجة بالنسبة للكليتين هتكون عن مكون من مكونات الجهاز البولي، بقول هما العضوان الأساسيان في الجهاز البولي. أهم أعضاء الجهاز البولي يا أولاد هما الكليتين. ليه يا ترى الكليتين هما من أهم أعضاء الجهاز البولي؟ لأن وظيفتها إزالة المواد الإخراجية النيتروجينية من الدم وتخليص الدم منها وطردها في صورة البول. طيب تركيب الكلية عندي هنا بتشبه زي حبة الفاصوليا الكبيرة كده يا أولاد، بتكون موجودة عندي، وبلاحظ عندي أنا هنا داخل للكلية عبارة عن وريد، وهنا بيخرج كمان شريان منها، وهنا موجود الأنبوبة بتاعة ثالث مكون عندي من مكونات الجهاز البولي، الثاني مكون اللي هو الحالب وهتكلم عنده بعد شوية. حجم الكليتين يا أولاد أو حجم الكلية الواحدة تقريبا في الشخص البالغ بتكون عرضها 6 سنتي وطولها في حدود 12 سنتي، والسمك بتاعها في حدود 3 سنتي موجودة عندي. الحالبين يا أولاد زي ما أنا عرفت عبارة عن أنبوبة بتصل الكليتين بالمثانة البولية ويتم نقل البول خلالها. أما المثانة البولية فهي عبارة عن كيس عضلي، كيس كده يا أولاد من العضلات بيتخزن فيه البول لغاية لما يتم تفريغه من الجسم. من هنا أستنتج يا أولاد إن أهم جزء في الجهاز البولي عندي هو الجزء اللي بيخلص الدم من المواد النيتروجينية أو الفضلات النيتروجينية. مين اللي بيقوم بالوظيفة دي؟ اللي هي الكلية. يبقى الكلية أهم جزء في مكونات الجهاز البولي، أما الحالب فكان عبارة عن أنبوبة بعد ما الكلية تقوم بوظيفتها وبتبتدي إنها تجمع البول. قطرات البول بتنزل من خلال الأنبوبة دي بتاعة الحالب إلى المثانة البولية. المثانة البولية تجمع فيها قطرات البول، عبارة عن كيس يجمع قطرات البول لغاية لما تمتلئ ويتم تفريغها خارج الجسم. ازاي بقى نتخلص من البول؟ الحالبين بيبتدوا يجمعوا البول من كل كلية ويودوه للمثانة، كيس كده او ما يشبه الكيس بسميه المثانة، هيخزن فيها البول لغاية لما ابتدي اشعر بالرغبة في التبول، احس ان انا عايزة اعمل عملية التبول، وبالتالي يخرج الدم النقي بعدها. يبقى كده الدم حصل له عملية ترشيح او عملية فلترة في الكليتين وجمع لي البول، خرج منه البول. طيب الدم هنا هيخرج عندي نقي من الكليتين ويعود تاني ويكمل الدورة الدموية زي ما انا اخدت في الدرس اللي فات، والقلب عن طريق الوريد وهيدفعوا الدم النقي الى جميع اجزاء الجسم. هنا الكلية هي اللي عملت عملية الترشيح وتنقية الدم يا اولاد من المواد النيتروجينية او الفضلات النيتروجينية. هشوف هنا مقطع ازاي الكلام ده بيتم عندي.
هنا الجهاز البولي عندي موجود، الجهاز كده الكليتين بيكونوا قريبين من العمود الفقري في منطقة البطن، قريبين من العمود الفقري من الناحية الظهرية. ادي هنا عندي الجزء بتاع الوريد والشريان، الشريان هيبتدي يدخل للكلية الدم ويبتدي يخرج منها الدم النقي. اللي انا شايفاه باللون الاصفر هيبتدي البول انه يجمع فيه قطرات وهينزل لي في الحالب لغايه لما يوصل للمثانه، وهتبتدي المثانه انها تجمع كميه البول حتى تمتلئ المثانه ويتم طرده الى الخارج. هعيد مره تانيه الفيلم. مكان الجهاز البولي في منطقه البطن ناحيه الظهريه، خلي بالك اهو اللي باللون الاصفر ده اللي هو البول، ينزل في الأنبوبة لغاية لما يتجمع عندي في المثانة. أنا كده عرفت إزاي الكلية بتعمل عملية تنقية الدم من المواد الإخراجية اللي هي زي البولينة وحمض البوليك، استخلصهم في صورة بول. من هنا لازم أحافظ على سلامة الجهاز الإخراجي، النعمة الكبيرة اللي ربنا إداهالي داخل جسمي. زي ما أنا عرفت كل جهاز من أجهزة الجسم إزاي أنا ممكن أحافظ عليه، كمان لازم أعرف إزاي أحافظ على الجهاز الإخراجي. أهم حاجة في محافظة على الجهاز الإخراجي أتناول وجبات غذائية متوازنة، بمعنى إن أنا هقلل محتوى الطعام من الملح والبهارات اللي هي المواد اللي هي بتسير الجهاز البولي يولد. غذاء متوازن يعني يحتوي عندي على كمية من الفيتامينات، يحتوي عندي على مجموعة من المواد المفيدة للكلية عندي. طيب، وابتعد عن تناول الملح. ليه؟ لان الملح لما هيبتدي اتناوله بكميات كبيره ممكن يسبب مشاكل في الكلى ويسبب التهابات في الكلى ويسبب عندي ممكن حصوات في الكلى ويعمل لي مشكله مع الجهاز الاخراجي وخصوصا الكلى. البهارات يا اولاد اللي هي الاكل، في بعض الناس بتحب تاكل اكل فيه بهار عالي او سبايسي او المواد الحراقه دي كلها يا اولاد دي مواد بتضر بي الجهاز البولي. كمان عندي حاجة مهمة جدا جدا احنا يا ولاد لازم نحرص عليها، ان انا اتناول كمية من الماء كافية في جسمي. ليه؟ لان تناول الماء بيعمل عندي حاجة يا ولاد اسمها توازن الماء في الجسم. زي ما انا شايفة هنا في الصورة، انا لما بشرب المية وبتدخل جوه جسمي، بشرب المية كل يوم بمقدار معين دخلت داخل الجسم، ايه اللي هيحصل؟ الجسم هيفقد من المية دي على شكل العرق، عندي هتخرج عندي كمية من العرق في ده، وبقية المية هتخرج عندي في البول. يبقى انا عشان اخاطر اعوض فقد الماء في العرق والبول لازم اشرب كميه ماء كافيه للموضوع ده. وزي ما انا عارفه العرق هيطرد عندي الاملاح الزائده عن حاجه الجسم، والبول عندي هيطرد البولينه وحمض البوليك. يبقى انا محتاجه الميه دي يا اولاد علشان خاطر تطرد المواد الاخراجيه خارج الجسم. الجسم هنا عندي بيتحكم في التوازن السوائل بداخله، يعني كمية الماء لازم تكون كافية علشان خاطر يحدث عملية توازن في الجسم. ازاي انا احافظ على المثانة البولية تحديدا؟ اللي هتجنب الإصابة ببعض الأمراض، في عندي مجموعة من الأمراض يا أولاد بتصيب عندي المثانة البولية وبتسبب إنها بتدمر الشعيرات الدموية الموجودة في المثانة البولية دي. من أشهرها مرض اسمه مرض البلهارسيا. مرض البلهارسيا دي عندي بتسببه عندي أحد الديدان اللي هي دودة البلهارسيا. طيب، إيه مشكلتها عندي؟ لما بيصاب الشخص ده بالمرض ده بيحصل عنده نوع من تدمير الشعيرات الدموية يا ولاد في المثانة البولية، بيحصل عنده إنها بتسبب
بتظهر عنده نتيجة التدمير ده، أو بيعرفوه إزاي، بيبتدي يظهر عنده نوع من القطرات الدم بتكون موجودة في البول، فبيعرف إن هو مصاب بمرض البلهارسيا. طب يا ترى مرض البلهارسيا ده يا أولاد إزاي بيصيب الشخص، أو إزاي بتحصل الإصابة، أو منين ممكن تجيله العدوى؟ زي ما انا شايفة الصورة دي، والصورة دي مهمة جدا، دول موجودين مجموعة من الاولاد، وموجود مجرى مائي، او موجودة ترعة او بحيرة، وابتدوا الاولاد دول ينزلوا ويستحموا في ماء الترعة دول ويلعبوا حواليها، هم مبسوطين طبعا بالمية. لكن المشكلة يا اولاد انهم لما بينزلوا الترعة بيصابوا بمرض البلهارسيا، او بينزلوا بجزء من الماء ده هنا اهو، بيصابوا عنده بالديدان دي، تبتدي تدخل اجسامهم لان حجمها صغير جدا يا اولاد، وتسبب لهم مشاكل في الجهاز البولي زي تدمير الشعيرات الدمويه، وبتسبب مشاكل طبعا للمثانه البوليه. يبقى ازاي ان انا اتجنب؟ لا يسمح طبعا بان الاولاد ينزلوا في الاماكن دي، او عدم الاستحمام في المجاري المائيه، وخصوصا يا اولاد المناطق اللي هي بتبقى زراعيه مخصصه للحاجات دي. طيب تاني حاجة ان انا احافظ على الجلد سليم. برضو انا عندي هنا حاجة مهمة، انا عندي الجلد كأحد اعضاء الاخراج، ازاي ان انا احافظ على الجلد يا اولاد وسلامة الجلد عندي؟ المحافظة على سلامة الجلد ان انا اغسله والاستحمام اليومي، ان انا انظف الجلد بتاعي. انظفه ازاي؟ بالاستحمام اليومي او الغسل اليومي. دايما يا اولاد دايما بنقولها نغسل ايدينا حتى وقايه من الامراض، لما اجي من مشوار او اجي من بره اغسل الوجه، اغسل ايدين، اغسل كده يا اولاد، ده بيساعد على نظافه الجلد، وبالتالي عندي هيبقى المسام بتاعه الجلد مفتوحه باستمرار، فتحصل عمليه خروج، عملية التعرق عندي بسرعة، ممكن ان انا اعرق ويخرج الدم عندي، يخرج المواد الاخراجية من الدم عندي، وتحصل عملية التنقية، لان مسام الجلد يا اولاد بتكون صغيرة جدا زي ما انا شفت في الصورة، وانا محتاجة ان انا احافظ عليها وان احفظها تكون سليمة عندي. يبقى أنا كده عندي وصلت لنهاية الدرس، لمجموعة من النقاط الهامة أو العناصر الهامة اللي بتلخص لي الدرس عندي. أول حاجة عندي تعريف المواد الإخراجية، يا ريت يا أولاد لو هنسجل التعريفات أو ممكن تاخدها صورة من على الموبايل. المواد الإخراجية هي المواد التي تنتجها خلايا الجسم، خلي بالك خلايا الجسم لتحصل على الطاقة من احتراق الغذاء في وجود الأكسجين. يا ترى إيه هي المواد دي؟ كانت غاز ثاني أكسيد الكربون، والمواد النيتروجينية، والأملاح. كمان بقول بتختلف المواد الإخراجية التي تنتجها الخلايا عن الفضلات الصلبة وهي البراز، وعرفت البراز ده كان جاي من الجهاز الهضمي نتيجة عدم هضم أجزاء من الطعام. مكونات الجهاز الإخراجي في الإنسان. الجهاز الإخراجي كان عندي مجموعة من الأعضاء تخلص الجسم من الفضلات الضارة التي تنتج عن احتراق الغذاء داخل الخلايا. مكونات الجهاز الإخراجي كان عندي الجهاز التنفسي وتحديدا في رئتين، هتخلصني من غاز ثاني أكسيد الكربون، وكان عندي تاني مكون اللي هو الجلد وتحديدا في الغدد العرقية اللي بتخلص لي الجسم من المواد الإخراجية أثناء عملية العرق، وتالت مكون اللي هو الجهاز البولي وتحديدا الكليتين التي بتخلص لي الجسم من المواد الإخراجية في صورة البول. المسار اللي بيسلكه البول عندي، يبقى أنا هنا عندي كده صورة بتبين لي الجهاز
البولي. انا عندي هنا في مقطع من شريان هيوصل الدم الى الكليه، وتبتدي الكليه تعمل عمليه الفلتره وينجمع تاني الدم في الوريد. الوريد على فكره يا اولاد ده بيؤدي، الوريد ده بعدين هيتجمع وهيودي لي الى الوريد الاجوف السفلي. فاكرين الوريد الاجوف السفلي؟ اه، هو كان جايب الدم من اجزاء الجسم السفليه وخصوصا الجهاز البولي اللي هيدخل بعد كده وهيكمل مسار الدم عندي. يبقى عندي انا هنا تحديدا بقول مسار البول، بقول ان الكليتين عندي الكليتين هتجمع البول الى الحالبين ومنه الى المثانه الى مجرى البول. يبقى الكليتين ثم الحالبين، ادي الكليتين هنا جمعته، ثم الحالبين على الجنبين، ثم المثانه البوليه هيخزن فيها البول الى ان يتم طرده عن طريق مجرى البول. ازاي احافظ على سلامة الجهاز الاخراجي؟ ان انا اشرب مية بكمية كفاية، وتناول وجبات غذائية متوازنة، واقلل من الطعام المحتوي على الكثير من الملح والبهار. ازاي احافظ على صحة المثانة البولية؟ تجنب الاصابة بالامراض وخصوصا البلهارسيا لانها تدمر الشعيرات الدموية بالمثانة البولية. ازاي احافظ على الجلد عندي كأحد أعضاء الجهاز الإخراجي بالاغتسال والاستحمام اليومي. كده يا ولاد احنا وصلنا إلى نهاية درسنا اللي هو الجهاز الإخراجي في الإنسان، وإلى نهاية الدروس المفترض ان احنا ناخدها خلال شهر أبريل، خطة شهر أبريل. وإن شاء الله بإذن الله ابتداء من بكرة هتكون معاكم أستاذة وفاء إسماعيل في الحلقة، هنحل فيها تدريبات على الوحدة وهنجاوب فيها على أسئلتكم، وهنجهز مجموعة من الحلقات لاختبار شهر أبريل. كنت النهاردة أنا معاكم الأستاذة روي ياسين الحموي محافظة أسوان، سعيدة جدا ان انا كنت معاكم مع ارق التمنيات بالنجاح والتفوق. انا هكون بعد ختام الحلقة ان شاء الله موجودة معاكم على الاسئلة في الشات لو تحبوا تسألوا اي سؤال، وهنجاوب عليه في الحلقة اللي بعد كده، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق.